ما حكم شخص لا يستطيع أن يتزوج؟ فهل يصح أن يتزوج من الزكاة؟ نعم، إذا كان الإنسان ما يستطيع يتزوج، ما عنده كلفة الزواج وهو محتاج للزواج ولا عنده مؤونة للزواج، فيساعد من الزكاة، يساعد من الزكاة ما يتمكن به من الزواج، لأن هذا مشروع خيري ومشروع طيب، الزواج مأمور به شرعا. إذا كان فقيرا يعطى من الزكاة لفقره، ما هو علشان الزواج، يعطى لفقره لأنه فقير. نعم.